زي ما قلت انه سورية عراقية مصرية كل حد مشوفك بشخصية مصرية فالناس فاكرين ان انت مصرية. حدش فاهم انا ايه. ايوه انت وحكيني عن المزيج ده جه منين. انا ماما وبابا عراقيين. انت عراقية بيور. بيور. اوكي. بس انا عشت كل حياتي بسوريا وجيت مصر. بصي حتى وانا بتكلم بدخل سوريا لما جيت مصر في 2016 وخلاص بقى يعني بقى انا بحب لما اعيش في بلد ابقى بتكلم لغه البلد دي. ايوه. فانا دلوقتي مصريه. لما روحتي سوريا روحتي كان عندك كام سنه؟ خمس سنين. يعني ده تقريبا من ساعه الحرب. انا روحت سوريا 2006 او 2005 ده ساعه حرب العراق. ما انا في حرب العراق روحت سوريا. أوكي. وفي الازمه في سوريا جيت مصر. اوكي. وفي سوريا درستي في مدارس سوريين؟ درست في مدارس سوريا عشان كده تكلمي سوري. ومشيت من سوريا وانا في ثانويه عامه. يعني جيت مصر امتحنت ثانويه عامه على طول. اوكي. طيب درستي هنا قبل ما ادخل للدراسه. انا اللي عايزه اقوله ان انا اعرف لانا من اكتر من 5 6 سنين اشتغلنا قبل كده مع بعض في مسلسل للحب فرصه اخيره اخراج منال الصيفي استاذه كبيره بحبها جدا وكانت عامله دور بنت سوريه. فساعتها الناس افتكرت ان لانا سوريه. بعد كده ابتدت تشتغل مصري تشتغل عراقي برضو هنتكلم في 18 اللي عملتيها. درستي هنا المعهد. انا معهد فنون مسرحيه. اوكي. انا يعني جيت هنا كنت سنه عامه كنت شاطره جدا. يعني انا اصلا دخلت في الاول طب بشري. ما هو ده اللي انا مستغربه ان انت سبتي الطب عشان تدخلي معهد. عشان ادخل معهد عشان انا ابتديت احب التمثيل من وانا في سوريا. اوكي. ابتديت بقى اخد ورش تمثيل في سوريا عملت مسرحيه هناك. حبيت التمثيل وفي نفس الوقت انا شاطره وكان نفسي ابقى دكتوره. بس لما جيت اختار بقى اخترت ان انا ادخل. اهلك ما كانوش مانعين؟ ما هم افتكروني بهزر تقريبا قالوا مش هتتقبل في المعهد بس اتقبلت. مش عارفين انت موهوبه ما عندك. قالوا مش هتتقبل عشان عارفين الفرصه ضعيفه قوي يعني. ايوه طبعا عشان بيبقى في عدد كبير كبير والدفع 20 25. في الاخر بترسى على قليلين. يعني عدد قليل. طيب السؤال عشان بتقولي انه عراقيه بيور فانا ما اعرفش انه هل العادات والتقاليد تسمح انه انت تبقي ممثله ولا لا؟ عشان بلاقي انه في ناس بيبقوا متحفزين يعني برضو في سوريا في ناس متحفزين جدا. وفي مصر نفس الموضوع. ايوه. بس يعني انا الحمد لله في العيله اهلي شجعوني جدا. يعني حتى قرار كان قرار مفاجئ يعني ان انا انقل من طب التمثيل. دي نقله. الصراحه هم استغربوا بس شجعوني. وكانوا دايما لا لو شغل روحي يعني ما اخرجش بس ما اتاخرش بس لو شغل. طب لما اشتغلنا مع بعض في المسلسل كنت خلصتي دراسه ولا كنت لسه بتدرسي؟ كنت في سنه اولى. انت خلصتي دراسه؟ انا خلصت خلاص. اوكي. وازاي ابتديتي تمثيل؟ جاتك الفرصه دي ازاي؟ انا قصه مضحكه جدا عشان انا لما جيت مصر انا نفسي امثل ومش عارفه اروح فين. ابتديت بقى اكتب على الفيسبوك المعهد العالي للفنون المسرحيه. تخيل انا كنت بدخل على الكومنتس اشوف مين ادخل اكلم الناس اقول لهم انا اسمي لانا عماد لسه جاي من سوريا ونفسي امثل اعمل ايه. فروحت بقى اشتغلت عروض في الاوبرا واشتغلت عروض في مسرح الدوله لحد ما في الاخر عرفت ان المعهد خلصت سنه عامه وقدمت. ومن بعدها بقى ابتديت اعرف من الناس ان في ايجنسيز في مكاتب كاستنج. وجالي للحب فرصه اخيره كانت اول حاجه عملتها جات لي من اوديشن.